مساء الخير متابعي في الجول، اهلا بيكم في لايف جديد من في الجول ما قبل مباراه الزمالك والترجي. الاهلي وسان داونز بكره، الزمالك والترجي الجمعه، السبت الاهلي وسان داونز. هنتكلم عن سريعا في اللمحات الفنيه للماتش، مش بشكل متعمق قوي يعني، ولكن خلينا نتكلم اول عن اللي شاغل العالم، فيروس كورونا وتاثيره على الاحداث الرياضيه بشكل عام والكوره طبعا بشكل خاص. تأثير ده ممكن على المسابقات الإفريقية واللي بتشارك فيها الفرق المصرية. أنا معاكم رامي جمال ومعايا محمد مصطفى. ازيك يا محمد؟ ازيك يا رامي؟ خلينا نبدأ الأول بموضوع الكورونا وتأثيره على الأحداث الرياضية. خلينا نلف معاكم لفة سريعة كده في إيه اللي حصل في العالم في الكورة، ونبدأ من المكان أو القارة اللي بدأت فيها المشكلة كلها من الصين في آسيا. في كلام عن احتمالية تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا، لسه مش بشكل رسمي، لسه في الجولة الجاية تلعب جولتين من دور المجموعات، الجولة الجاية لسه هتلعب في ابريل، فلسه ما فيش قرار رسمي بالتأجيل. في كلام، التقارير الصحفية هناك بتقول ان ممكن الترحيل اصلا يحصل ترحيل. طيب هيحصل ترحيل، هيلعبوه في وقت معين، هيعملوا ازاي؟ لسه ما فيش تصور لحد دلوقتي. في اوروبا كذلك وكذلك في افريقيا، لكن لسه الموضوع اقل في القارتين دول. خلينا نبدا معاك بقى باسيا، قول لي يعني ايه اللي حاصل في اسيا وعرف الناس، وايه اللي حصل كمان النهارده عندنا في السعوديه، حتى الناس فوجئت النهارده بانه الحرمين بيتقفلوا عشان التعقيم بتاع ده، تاثير حتى على المشاعر الدينيه، لكن خلينا في الكرويه كمان. هو الموضوع زي ما احنا عارفين بدا من الصين، فالبدايه تبقى من قاره اسيا. زي ما انت اتكلمت عن تاجيل بعض المباريات في دوري ابطال اسيا، في حاليا كلام ما بين الفيفا وما بين الاتحاد الاسيوي عن تاجيل تصفيات مونديال 2022 بالظبط. الموضوع بدا بيكبر، الدنيا للاسف يعني مش احسن حاجه. حصل في تم اكتشاف حاله في السعوديه من بعض ايام. زي ما اتكلمنا برضو، لو هنروح لقاره تانية، قاره اوروبا، ايطاليا فيها منبع. بالظبط، زي هي الصين بالنسبه لاسيا، فايطاليا هي منبع الفيروس بالنسبه لاوروبا. في اول ماتش في دوري ابطال اوروبا هيتلعب بدون جماهير، هيكون ماتش اتلانتا وفالنسيا بالظبط. يعني في المباراه الاولانيه انتهت 4-1 في سان سيرو، في 4 من مشجعين فالنسيا جالهم فيروس كورونا بالظبط، ورجعوا رجعوا لاسبانيا بالفيروس، وده كان بدا يسبب مشاكل بالظبط. خلينا نقول للناس كمان انه اسبانيا لحد دلوقتي ما قالتش ان عندها نيه ان هي تقيم مباريات بدون جمهور عكس ايطاليا. يعني بالظبط، عرف الناس بقى كده ايه اللي حصل في ايطاليا. ايطاليا حصل 4 حالات من جمهور نادي فالنسيا جالهم الفيروس اثناء تواجدهم في ملعب سان سيرو في الماتش اللي انتهى 4-1 في ماتش الذهاب بالظبط. فبسبب ده ايطاليا قررت فيما بعد، بسبب انتشار الوباء اكتر في ايطاليا، قرروا في بعض المباريات اتاجلت، وفي مباريات هتتلعب بدون جمهور. يعني الدوري لمده شهر هيتلعب من غير جمهور. في قمه الدوري ما بين الاول ما بين الثاني ما بين يوفنتوس وما بين انتر هتتلعب يوم الاحد، اتاجلت الاول في البدايه وبعد كده هتتلعب يوم الاحد الجاي بدون جمهور. يعني الموضوع للاسف في ايطاليا منتشر بشكل كبير. مشكله الفيروس عموما، يعني هو احنا اي حد متابع للشان في الفتره الاخيره، يعني انتشار الفيروس بينتشر بشكل صعب جدا او بشكل كبير جدا. يعني في بعض الحاجات اللي كنت قريتها ان هو الفيروس بيتواجد على المقابض مثلا، لو انت بتسند بالظبط، وكمان عشان فتره حضانه 14 يوم فبيفضل فتره كبيره. تنقلات الجماهير بتتم عن طريق المترو او عن طريق الاتوبيسات، فانت بتبقى ساند مثلا لو انت حد واقف اصلا قدامك، فعن طريق العطس، عن طريق حتى نادي نيوكاسل مثلا في انجلترا قرر عدم اللعيبه تسلم على بعض بالظبط، منع تماما ده في التدريبات حتى يعني. بالظبط، يعني برضو في انجلترا في بعض كلام النهارده، كان في تصريحات لعضو مجلس ايفرتون قال ان في كلام ان الفتره الجايه احتمال كبير جدا الماتشات تتلعب بدون جمهور، الدوري الانجليزي يتلعب بدون جماهير، وقال ان هم مجهزين نفسهم. خلينا نقول كمان انه في حاله ظهرت في مدينه ليفربول بالظبط. نادي ليفربول طلع بيان من شويه، من دقائق يعني، كان بيتكلم بشكل عام عن انزاج الجمهور يتوخى الحذر من الفيروس واجراءات الوقايه منه يعني، لكن بشكل رسمي لسه ما فيش كلام في انجلترا تماما عن
اقامه المباريات دون جماهير. يعني انجلترا حالات قليله جدا مقارنه بايطاليا. فانجلترا واسبانيا لسه ما عندهمش نيه ان الماتشات تقام بدون جماهير، عكس ايطاليا للاحداث الرياضيه كلها في جميع الالعاب بدون جماهير. الدوري الايطالي تحديدا هيبقى بدون جماهير لحد زي ما قلنا الناس لحد يوم 3 ابريل. بعد 3 ابريل هيبتدوا يشوفوا هيعملوا ايه، لكن هم بيدوا نفسهم مهله الاول وبعدين يبتدوا يفكروا في الخطوه اللي جايه. خلينا ننقل بقى بعد كده من اوروبا وننزل على قارتنا افريقيا. بالظبط. التاثير على الفرق المصريه، اهلي زمالك مصري، وفي كمان اسماعيلي في المغرب عشان يلعب الرجاء كمان، وفي بيراميدز المفروض هيلعب ماتش هنا لكنه هيسافر تاني في افريقيا. بالظبط. ففي حاله في المغرب، في حاله في تونس، في حاله النهارده في جنوب افريقيا. جنوب افريقيا، في جنوب افريقيا، في الثلاث بلاد اللي فيها الثلاث فرق اللي يهمونا. وكمان الاسماعيلي رايح المغرب لسه كمان يلعب الرجاء، فدي اربع فرق بيهمونا في ثلاث بلاد فيهم كورونا. هي البدايه النهارده جت ماتش المصري ونهضه بركان هتلعب بدون جمهور. امبارح وزاره الرياضه المغربيه طلعت قرار ان جميع الانشطه الرياضيه هتتلعب بدون جمهور الفتره الجايه لاجل غير مسمى، ما يعني ما حددوش وقت، يعني هو مش شهر او اتنين لسه، ما حدش يعرف. ده تاثيره كمان على الاسماعيلي والرجاء. الاسماعيلي لعب اول ماتش مع الرجاء هنا في هنا اسف اسماعيليه بالظبط الماتش في البطوله العربيه بنسبه 99% الماتش هيتلعب بدون جمهور. في بكره بقى ماتش الترجي والزمالك، كان في كلام قبليها ان وزاره الصحه اوصت بعدم لعب المباراه بدون جماهير، فبعد كده طلع قرار عادي بطبع تذاكر وخلاص الماتش هيتلعب بدون جمهور، سوري هيتلعب بحضور الجماهير. النهارده في جنوب افريقيا اعلنوا عن اول حاله بالفيروس، لكن المباراه هتقام بحضور الجماهير عادي. مشكله الفيروس زي ما قلنا انتشاره بينتشر بصوره كبيره جدا، ده هي يعني في لسه شهرين على دور نصف النهائي. احنا لو هنتكلم ده على الدور الحالي المباريات هتتلعب بجمهور عادي في دوري الابطال على دور ربع النهائي، لكن لسه في المفروض ان دور السيمي فاينال هيتلعب لسه في 1/5، ففي شهرين. في بعض الكلام وبعض التقارير بتقول ان فتره نشاط الفيروس احتمال انها تقل في الصيف، وده لسه كلام برده مش اكيد، لان في النهايه برده محدش يعني الموضوع لسه في حاجات كتير جدا مش معروفه فيه. فهل الدنيا ممكن الفتره الجايه تبقى افضل في الموضوع ده؟ لسه احنا برده مش متاكدين منه. خلينا ناخد كومنتات سريعا معاك بقى. يعني نتكلم في محمد رفعت بيقول ان شاء الله الاهلي يفوز، اسماعيل قطور بيقول يا رب انصر الاهلي، في عمرو مصطفى بيقول النهائي الافريقي هيتلعب فين وهنا هيتلعب من غير جمهور. النهائي الافريقي لسه هيكون في ملعب محايد عشان اول مره يا عمرو الماتش يتلعب زي دوري ابطال اوروبا في ملعب محايد من مباراه واحده مش مباراتين ذهاب وعوده زي ما اتعودنا في السنين اللي فاتت، لكن لسه ما تحددش هو فين وهل بجمهور ولا لا، ده لسه ما فيش كلام عليه تماما. يعني احنا لسه ما حددناش الملعب، فبالتالي ما نعرفش مدى انتشار الفيروس على نهايه شهر مايو هيبقى عامل ازاي، بحيث ان الاتحاد الافريقي يقرر بجمهور ولا من غير جمهور. محمد عبد الهادي بيقول الزمالك، احمد معتز بيقول طمنونا على مصر احنا كويسين طبقا لبيانات وزاره الصحه لحد دلوقتي. فكان في حاله النهارده اثبتت بشكل ايجابي، لكن احنا لسه الحمد لله يعني نتمنى ان شاء الله ان ربنا يعافينا ما يكونش في حاجه في مصر ان شاء الله. لسه في تاني، في حد كان بيسال على صفوه الكومي بيقول بالنسبه لدوره الالعاب الاولمبيه في اليابان في كلام اصلا محمد زحل اللي شفناها كمان ان هي ممكن تتاجل للشتاء، ممكن تتاجل لنهايه السنه بحيث انه يدوا نفسهم فرصه. كمان احنا دوره الالعاب الاولمبيه هتبقى في اغسطس، منافسات الكره بتبدا كمان بدري اسبوع كمان، لكن هل لسه هتتاجل ولا لا مفيش تاكيد. هو التاكيد شيء اللي قريب جدا انه يحصل في اسيا فعلا، انه ممكن في كلام، لانه النهارده كان في تقرير رسمي ان الفيفا بيخاطب الاتحاد الاسيوي عشان يتفقوا على تاجيل تصفيات المؤهل لكاس عام 2022، فده اول حاجه رسمي، لكن لسه ما تاجلش، لسه ما فيش حاجه رسميه. بالظبط اللي احنا اللي اتكلمنا عليه هي دي الحاجات اللي تم اعلانها بشكل رسمي يعني من الدول ومن الوزارات او وزارات الرياضه في الدول دي يعني. تمام. شريف اشرف بيقول لو الاهلي والزمالك في النهائي هيلعبوا في مصر برده لسه ما فيش كلام. في تقرير طلع برده كان من افريقيا، كان اعتقد من غانا او جنوب افريقيا، ان ممكن لو فرقتين من نفس البلد يتفقوا يلعبوا في ملعب في البلد دي، لكن لسه برضو مش رسمي، كلها تكهنات، مفيش حاجه رسميه لحد دلوقتي ان الماتش ممكن يتلعب فين. في ابراهيم مصطفى برضو بيقول اخبار مصر فلسه مفيش حاجه. تمام. فلسه
طارق بيقول لو الاهلي والزمالك وصلوا النهائي والنهائي كان يتحدد ممكن يكون من حقهم يطلبوا ينقلوا مصر، ممكن نتوقع ليه لا يعني، خاصه ساعتها ممكن الاثنين يفضلوا ان هم يلعبوه في مصر لو طلعوا في استاد القاهره بقى من حقهم هم الاثنين ساعتها. بص يا رامي عشان نتكلم بشكل مختصر عن فيروس كورونا جاوب عشان حد سالنا كمان مره اخيره، ابراهيم نصر بيقول مصر هيلعب في المغرب بدون جمهور. بدون جمهور مع لسه كنا نتكلم عن الحالات اللي تمت بشكل رسمي، دوري ابطال اوروبا في مباراه واحده بدون جمهور، الدوري الايطالي شهر بدون جمهور، الدوري الاسباني لسه ما فيش اي كلام عن وجود مباريات بدون بالجماهير الفتره الجايه، الدوري الانجليزي في ما فيش اي كلام رسمي لكن في تقارير بتقول ان الماتش هي اي اول ماتشات هتتلعب بدون جمهور. بالنسبه لدوري ابطال افريقيا لسه الاربع ماتشات او الماتشات اللي هتتلعب سواء يوم الجمعه او يوم السبت الماتشات هتتلعب بحضور الجماهير ما فيش اي مشكله. في كلام عن تأجيل اليورو، في كلام عن تأجيل الأولمبياد، المغرب الأنشطة جميع الأنشطة الرياضية هتتلعب بدون جماهير لأجل غير مسمى، نفس الكلام بالنسبة للإمارات، الإمارات امبارح أعلنوا إن الدوري الإماراتي هيتلعب بدون جماهير برضو لأجل غير مسمى. الدراسة كمان في المدارس بالظبط احنا جمهور فالنسيا ده ملخص سريع يعني عشان لو ما حدش كان بيتابعنا من البدايه، جمهور فالنسيا في اربعه منهم جالهم الفيروس اثناء وجودهم في ملعب سان سيرو، فده تسبب بشكل كبير جدا في اقامه بالظبط واقامه او مباراه واحده في دوري ابطال اوروبا بدون جماهير. ماتش الرجاء والاسماعيلي في دوري في البطوله العربيه بنسبه كبيره هيتلعب بدون جماهير بعد لما المغرب امبارح خدت القرار ده بالنسبه يعني اللي بيخص فيروس كورونا بكره القدم. تمام ناخد اخر سؤال بقى عن ده وبعدين نرجع نتكلم عن الماتشين بكره وبعده. حماده فوزي بيقول المفروض الفتره دي كلها اي ماتش لازم يكون من غير جمهور ولا ايه رايكم؟ انت ايه رايك؟ هو زي ما قلنا فكره انتشار العدوى بشكل كبيرة. سريع جدا، فده بيقعد هو في النهايه في كلام بيطلع في الاخر ان هو مش فيروس مميت تماما وان هو في ناس بتتعافى منه، هو الخوف دايما من ان هو يتحول لوباء. هي منظمه الصحه العالميه ما اعلنتش بشكل رسمي ان هو بقى وباء، هي بتحاول تواجه او تقلل الاعداد، فده فوجود الجماهير او طريقه وجود الجماهير في الملاعب وطريقه انتقالهم للملاعب ده بيبقى فيه اختلاط بشكل كبير جدا. يكفي ان نادي نيوكاسل اعلن ان للاعبيه واجهزته الرياضيه ان هم ما يتبادلوش السلام بالايد، مش مجرد الاحضان او حاجه، لا مجرد السلام بالايد، فدي حاجه بتوريك طريقه انتشار الفيروس بينتشر بصوره سريعه جدا يعني. تمام حماده بالنسبه لرايي يعني عشان اسمعك راي محمد، انا متفق تماما يعني في النهايه الرياضه ايا يكن كوره او اي لعبه ثانيه فهو الاهم هو يعني حياه البني حياه البشر بالظبط، دي اهم من اي حاجه، فلو انه هنقدر نامن عدد كبير من الناس والاحداث الرياضيه تقام عادي فده اهم، لو ان الاحداث الرياضيه هتؤثر وجودها كمان على اللعيبه وعلى حياتهم فلا طبعا ناجل كل حاجه، لان حياه اي بني ادم اهم بكتير حقيقي من ان احنا نلعب ماتش كوره بالظبط. البطولات موجوده يعني، هي لو هنفترض جدلا ان اليورو ما اتلعبش السنه دي او الاولمبياد ما اتلعبتش السنه دي، في النهايه كبطوله بتروح وبتتلعب عادي، لكن روح البني ادم نفسها الحاجات دي قبل كده بالظبط اتاجلت بسبب حروب، فالمره دي بسبب وباء الموضوع اصعب يعني، روح الانسان دايما اهم من اي شيء. تمام خلينا بقى نتكلم بقى ماتش الزمالك والترجي عشان محمد سعد بيسال بكره ان شاء الله الساعه 9 ماتش الاهلي يوم السبت برضو عشان الناس اللي بتسال يوم السبت الساعه 3 العصر. نتكلم بقى عن الزمالك والترجي، امبارح الكاف لجنه الانضباط طلعت قرارات قويه جدا بالظبط، الوسائل الاعلاميه التونسيه كانت اول ناس قدرت توصل للعقوبات دي بايقاف معين الشعباني مدرب الترجي اربع مباريات، مجدي التراوي اربع مباريات، خليل شمام ست مباريات، رؤوف عبد الرؤوف بن غيف اربع مباريات وغرامه 140 الف دولار بالظبط. كل ده بسبب التعدي على الحكم رضوان جيد المغربي هنا بعد الماتش الاولاني اللي خلص 3-1 للزمالك في استاد القاهره عشان معترضين على قراراته طبعا على الطرد في نص الماتش وكمان ضربه الجزاء اللي اتحسبت بالزبط. قرارات تانية وتقرير الحكم هو اللي ادان تماما امبارح الكاف وضح في بيانه تقرير الحكم رضوان جيد هو اللي عمل كل حاجه وبسببه لجنه الانضباط استندت للعقوبات دي. بكره تقرير تونسي قال النهارده انه بكره اللي هيدير الماتش هيبقى عثمان النجار الرجل الثالث في الجهاز الفني للترجي وهو محلل اداء ودي مشكله، وقالوا ان معين الشعباني هيتواصل تليفونيا يعني زي ما شفنا قبل كده مورينيو عملها في الدوري الانجليزي كان بيتكلم الجهاز المساعد بالتليفون، فبكره ان جهاز يعني الزمالك عنده فرصه ان مدرب مساعد المدرب مش موجودين في الملعب
وده شيء كويس جدا. طب مهما حصل تواصل بالتليفون زي بالاضافه لجبهه الشمال بتاعت نادي الترجي كلها خليل شمام كان هو البديل بتاع الياس شتي الباك الشمال اللي اتصاب في ماتش الزمالك في ماتش الذهاب هنا في اول حوالي 20 او 25 دقيقه. فخليل شمام اللي هو البديل بديله تم ايقافه اربع مباريات او ست مباريات. خليل شمام هو كان اكبر عقوبه ست مباريات بالظبط. في تقرير الحكم قال ان الحكم قال ان خليل شمام بصق على الحكم يعني هو كان الاتفاق انه كلها الفاظ نابيه توجهت للحكم بالظبط، ولكن معين الشعباني مجدي التراوي حاولوا يضربوه، خليل شمام بصق على الحكم رضوان جاي. هو انا برده ما كنتش فاهم ايه سر العصبيه دي. انت يعني العصبيه كلها على الجون الثاني انه بن شرقي كان الجون ما فيهوش اي حاجه، يعني هو جون صحيح بنسبه 100% اولا، ثانيا انت لو هنفترض جدلا انت اتغلبت 2-1 على بعضك او حتى 3-1 فانت لسه عندك فرصه، انت في النهايه خسرت فريقك. ده جزء بالنسبه للترجي اللي احنا بنتناقش على الجزء العقوبات، لكن بالنسبه لفريق الزمالك، فريق الزمالك داخل بافضليه زي ما قلنا 3-1. الفتره اللي فاتت الزمالك تفوق على الترجي مرتين بنفس النتيجة 3-1 في السوبر و 3-1 في ماتش الذهاب. نادي الزمالك لو هنتكلم بقى عن تشكيل الفرقة، هي اعتقد ان تشكيل الزمالك واضح جدا لأي حد للفرقة. ممكن لو اوباما رجع هو بالظبط اوباما ممكن يرجع عشان ممكن الادوار الدفاعية، او الزمالك ممكن يحتاج ان هو يمسك كرة شوية، ودي حاجة ممكن يبقى مميز فيها اوباما. زي ما قلنا خلينا برضو نقول ان كارتيرون رايح رادس بنفس السيناريو اللي كان مع الاهلي في ماتش فاينل 2018، نفس السيناريو بالكربون. المره دي العقوبات على الترجي مش على الاهلي بالظبط. 3-1 في ماتش الذهاب زي ما حصل بالنسبه للترجي مثيره للجدل. انا ما كنتش شايف اي اثاره للجدل بصراحه، يعني هي كانت حالات واضحه جدا، ما كانش مفهوم ايه سر العصبيه الشديده قوي منهم دي. زي ما قلنا في شحن جماهيري غير طبيعي، انت لو دخلت على المواقع او الصفحات الخاصه بالترجي هتلاقي في حاله شحن غير طبيعي، هم شايفين ان هم اتظلموا في الماتش الاولاني. بالعكس يعني انا بشوف ان رضوان جيد من احسن حكام اللي موجودين في الساحه الافريقيه في الوقت الحالي، والماتشين كانوا صعبين جدا، فهو قدر يعدي بالماتش بالماتشين بالظبط. ما كانش فيه حاله جدليه تقدر تقول عليها ان هي، مش عايز اقول فضيحه، بس اللي هي ما تقولش ان هي ان هو اخطا في الحاله دي. رضوان جيد انا في الماتشين اهلي وجلال زمالك والترجي لما ركزت معاه ميزته انه دايما قريب من الحالات اللي بتحصل بالظبط، كل حاجه بيعتمد على نفسه قبل ما يلجا للمساعدين، ولو في فار طبعا ما كانش في فار في الماتش الزمالك والترجي، لكن هو بيعتمد ان هو يكون قريب عشان يكون شايف كل حاجه بنفسه، فهو كان قريب من كل الحالات. الماتش مش هيتاخد، يعني انت هو مش هتروح بشكل فني لو انت هتتكلم فيه فنيا اللي هو خلاص كل كوره، هو الموضوع ان انت داخل هو الماتش ده وماتش صن داونز حتى يوم السبت بتاع الاهلي، الماتشين دول في جزء فني كبير جدا فيهم، بس في جزء كبير جدا بيعتمد اكتر على روح الفرقتين والحافز. اولا الزمالك عنده الحافز، الزمالك عايز يوصل فاينل افريقيا بعد لما خسر البطوله قدام صن داونز من كام سنه. الحافز موجود عند الترجي لان الترجي شاف ان هو اتظلم في ماتش الذهاب، بالاضافه لان الزمالك كسبه ماتشين بعد لما كان الناس كلها داخله بتتكلم ان ماتش الزمالك ده بالنسبه او منافس كالزمالك. بالظبط، الترجي الزمالك منافس بالنسبه له في المتناول، لكن ده ما حصلش في ماتش السوبر ولا في ماتش دوري الابطال. فالفرقتين عندهم نفس الحافز، الترجي عنده حافز بحكم الملعب وبحكم الجمهور اللي تم استثارته في المباريات الاخيره بالظبط. ففي جزء زي ما بقول لك هو في جزء فني، لكن كارتيرون عليه دور كبير جدا في الماتش ده. خلينا اسالك على حاجه ونسال الناس على حاجه، الزمالك ينزل مدافع ويلعب انه يخطف كوره زي ما عمل في السوبر قدام الاهلي، ولا ينزل مباغت زي ماتش السوبر الافريقي ينزل يباغتهم فجاه وان هو يجيب جون لو قدر مبكر جدا في اول 10 دقائق ربع ساعه ويبخلص الماتش تماما؟ السيناريو المثالي بالنسبه لي في ماتشات افريقيا بعد ما بتكسب على ملعبك 2-0 او حتى 3-1، انا بشوف دايما السيناريو المثالي عمله مانويل جوزيه في نهائي افريقيا قدام القطن في 2008 تقريبا على ما اتذكر، بعد لما الاهلي هنا كسب 2-0 راح هناك الكاميرون، كان كله متخيل ان الاهلي خلاص بقى احنا هنروح هنحط 11 قدام منطقه جزائنا، مش محدش هيعدي من هنا. اللي حصل في اول ربع ساعه احمد حسن جاب جون،
فصعب المباراة. انا بشوف ان السيناريو الامثل في المباريات اللي انت بتكون كسبان فيها على ملعبك 2 او 3 الافضل ان انت تروح تهاجم تستغل توتر بالظبط. الخصم بيبقى نازل في اول وقت خلاص اللي هو انا عايز اجيب جول من اول دقيقه، فانت ده الوقت المثالي جدا اللي المفروض ان انت تسجل فيه. لو تفتكر في ماتش الذهاب بتاع ماتش الاهلي الاهلي وصن داونز والزمالك والترجي، في اول 20 ثانيه الزمالك والاهلي كانوا هيخش فيهم جول بالظبط. فانت في الفتره اللي انت بتبقى عدم التركيز دي او الاندفاع بتاع ان انا بلعب على ملعبي وعايز انزل اجيب من اول دقيقه جول، ده الوقت اللي انت تقدر تخطف فيه جول. لكن الماتش بيتقسم على مراحل. لو تفتكر ماتش فاينل افريقيا الاهلي والصفاقسي كان اكتر من اللاعب طلع اتكلم عن فكره تقسيم المباراه من مانويل جوزيه بالظبط. فانت المباريات اللي زي دي بتاخدها على جزئيات. لو تفتكر نهائي 2018 ما بين الاهلي والترجي في دقيقه واحده فصلت عن ان الاهلي يعمل خلاص في طريقه ان هو يفوز البطوله بنسبه 50 او 60% دقيقه واحده الجون الاول بتاع الترجي. ف مهم جدا في الماتشات اللي زي دي تطلع اول شوط لو ما سجلتش المهم ان انت ما تستقبلش اي جول. ليه؟ لان الترجي في الاخر برده هو مطلوب منه ان هو يسجل 2-0 ودي نتيجه مش صعبه على فريق بيلعب على ملعبه وسط جمهوره، وفي نفس الوقت فريق برده كسب افريقيا سنتين متتاليتين. فالترجي او بالنسبه للزمالك زي ما قلنا كارتيرون عليه ان هو يبقى مجهز اكتر من سيناريو في الماتش. لازم يحط اكتر من سيناريو. لو تفتكر نهايه 2018 كارتيرون راح بسيناريو واحد بس اللي هو انا هدافع بس. هي الفكره كلها ان فرق كواليتي اللعيبه في قائمه في سكواد الاهلي في 2018 بيختلف كتير جدا عن القائمه اللي راح بيها الزمالك. لا القائمه اللي راح بيها الزمالك بنتكلم عن اشرف بن شرقي، محمد اوناج لعيبه دوليه، فرجاني ساسي، وطبعا طارق حامد، محمود علاء اللي بيقدم مستويات كويسه الفتره، محمد ابو جبل مؤخرا خبره عبد الشافي، والونش بيقدم مستويات كويسه جدا الفتره اللي فاتت. فزي ما بقول لك هو الماتش محتاج ان انت تحط اكتر من سيناريو تقدر تتخيل كده السيناريوهات ايه اللي هيحصل فيها. لو انت تلقيت هدف في البدايه ايه اللي ممكن يحصل. لو نرجع للسنه اللي فاتت، ترجي السنه اللي فاتت صعد للفاينل بعد لما كسب على ملعبه كسب مازيمبي على ملعبه 1-0 بس، وبعد كده هناك راح قدر يطلع بالماتش 0-0 رغم افضليه مازيمبي اللي كان مثلا مضيع حوالي 7 او 8 تجوال. فانت في النهايه زي ما بنتكلم روح او الزمالك عليه ان هو يروح باكتر من سيناريو. تمام، خلينا ناخد كومنتات. محمد فتحي بيقول في جماهير بكره الترجي. في جماهير من مصر. وزير الشباب والرياضه امبارح احمد قعلول التونسي قال انه الجمهور المصري مرحب بيه، لانه كان انتشر تقرير من المواقع التونسيه انه وزاره الصحه التونسيه منعت جمهور يروح من مصر لتونس ومن المغرب كمان عشان الوداد هيلعب مع النجم الساحلي هناك في نفس الدور، انه الجمهور يجي من بره تونس. ولكن هو قال ان الجماهير مرحب بيها تماما، وانه لغايه دلوقتي قال لفظا كده على حد علمي مصر والمغرب وتونس مفهومش الحالات من فيروس كورونا الشديده اللي تخلي فيه اجراءات غير مالوفه زي انه نمنع جمهور او نقيم المباراه بدون جماهير. فبكره في جمهور للترجي في جمهور للزمالك. يوسف كمان بيقول ممكن تتوقعوا الخطه الانسب عشان بكره في الزمالك. محمد قال لك واعتقد انه يلعب باكتر من سيناريو، ولكن انك تبدا مباغت زي ماتش السوبر الافريقي هو في رايه الافضل انك تجيب جول وتربك حسابات الترجي اللي نفسيا ممكن ساعتها ينهار تماما. يوسف تاني بيسال من الزمالك مع مين في راس الحربه. كمان هيكون في مصطفى محمد، طبعا هو اكيد المهاجم الرئيسي حاليا للزمالك يعني. فلسه بقى نتكلم تاني. كان معانا جمهور الزمالك اعتقد 500 صح؟ كان الزمالك كنا في بيان النهارده ان الزمالك 500. الاهلي اعتقد ان هم 200 تقريبا او نفس العدد ممكن يكون في ماتش صن داونز برضه. طيب وجالنا دلوقتي كمان اخبار عاجله رسميا انه الاتحاد الانجليزي قرر منع السلام بالايدي بين اللعيبه قبل الماتشات بسبب كورونا. فبعد كده لما هنتفرج على ماتشات الدوري الانجليزي مش هتلاقي مصافحه بالايد بين اللعيبه خلاص عشان منع العدوى. وكمان انتر ميلان وختافي المباراه بتاعتهم في الدوري الاوروبي اللي هتقام في دور ال 16 كمان هتكون بدون جمهور بعد فالنسيا واتلانتا في دوري ابطال اوروبا. فدي تاني مسابقه قاريه تاني مباراه في اوروبا هتقام بدون جماهير، واول اجراء رسمي من الاتحاد الانجليزي في الكره الانجليزيه انه يمنع المصافحه بين اللعيبه. خلينا نروح كمان الاهلي. قبل ما اسالك كمان
اسلام السيد بيقول توقعاتكم للوداد، الوداد والنجم، الوداد كسب على اعتقد ان الوداد اقرب يعني. لو اللي اتفرج على ماتش الذهاب الوداد كان افضل، الوداد كان يعني ال 2-0 كانت ممكن تبقى اكتر من كده بكتير. خلينا نقول برضو ان فريق النجم بيعاني الفتره اللي فاتت، اولا رحيل مدربه جاريدو اللي اول ماتش ليه مع الوداد كان بيلعب النجم، فريق هو كان بيدربه يعني. مثلا انت دايما بالظبط، انت دايما لما مثلا لو هنفترض كارتيرون مثلا، الناس كانت بتقول ان هو الاهلي بالنسبه له كتاب مفتوح، لا هو الاهلي ما كانش بالنسبه له كتاب مفتوح، لان كارتيرون ما كانش بيدرب كل اللعيبه دي، كان في بعض اللعيبه اللي موجودين في الفرقه اللي كان بيدربها كارتيرون كمثال يعني لفكره. لكن جاريدو كان بيدرب اللعيبه دي، كان هو اللي مختار اللعيبه دي، فعارف خبايا الفريق. زي ما قلنا ان الوداد طبعا اقرب بشكل كبير جدا للفوز 2-0 في المغرب بالظبط، هي نتيجه 2-0 برده هي مش كبيره قوي، بس زي ما بقول لك مستوى الفريق، فريق النجم خلال الفتره الاخيره حتى بعد صعوده في دوري الابطال كاول مجموعه، ناس كتير كانت بتقول ان هو ما يستحقش الصعود كاول على حساب النادي الاهلي، لان هو كفريق ما كانش بالقوه دي. هو اتغلب حتى مثلا من الهلال على ملعبه 1-0، بعد كده رجع كسب هناك 2-1. ولكن زي ما بنقول الوداد اعتقد ان هو اقرب للصعود بالظبط. طيب ايمن احمد بيقول ماتش الاسماعيلي اكيد بدون جمهور، عشان في مقتدى محمد بيقول ما اللعيبه الاسماعيلي بيلعب في البطوله العربيه، المغرب نفسها منعت اي حدث رياضي بحضور جماهيري افريقي محلي عربي المباراه بدون جمهور تماما، قرار رسمي. زور سلام بيقول بدون صفحه الناس كبرت الموضوع، تمام اوكي الفيروس عادي ولا يهمك انت زي الفل. نكمل بقى الماتش الاهلي، ماتش الاهلي وسان داونز، الاهلي كسبان 2-0، ماتش موسيماني كل دقيقتين بتصريح مختلف، مش هنعرف نجيب 5 في الاهلي، لا الاهلي ينفع يجيب في 5 احنا بنجيب 5 تجوان، كل دقيقه تصريح يعني. انا نفسيا بتعب منه، انا ما بلحقش بلم عليه من كل موقع شويه يعني. ايه هو الاهلي زي برضو الاهلي يلعب زي ما انت قلت الزمالك ينزل مباغت ويجيب جون زي ما قلت لك. انا بشوف ان دي زي ما قلنا الطريقه المثاليه ان انت تواجه اي فريق، ويعني صن داونز انا بشوف ان هو افضل فريق في الثمانيه اللي موجودين في دور الثمانيه، ولكن هي الموضوع مش بيتقاس كده، حتى لو انت كنت الافضل لكن لازم يبقى في عوامل بتؤدي لفوزك. صن داونز اتغلب 2-0 في الماتش الاولاني، حتى انا اول لما عرفت ان الاهلي هيلعب صن داونز في ربع النهائي قلت دي افضليه كويسه جدا للاهلي، ان الاهلي يلعب اول ماتش على ملعبه بالظبط، وبالتالي كانت افضل، لكن الاهلي كان عنده القدره ان هو يزود الاثنين ثلاثة في وقت ما لعبت صن داونز فتحت بالظبط بعد التكتل الدفاعي بالظبط. فهو انت اولا الاهلي بيلعب فريق منظم جدا جدا جدا، فريق يعني انت لو اي حد اتفرج على ماتش الذهاب صن داونز كان بينقل كوره في بدايه المباراه او في الشوط الاول بمنتهى الهدوء، كانوا هم بيقدروا يلعبوا تحت الضغط ده بشكل هادي جدا، بيواجهوا الضغط ده، بيبقوا نازلين الملعب دايما بالظبط. فريق قوي جدا جدا، وفي نفس الوقت عنده مدرب كويس جدا بيدعم تصريحاته، هو دايما هو معتمد على الحرب النفسيه هي يعني هو مش في كل الاوقات الطريقه دي هتنجح بالظبط، بس هو مقتنع بس، لكن فنيا هو عامل فريق قوي جدا. هو مدرب لابق جدا، بيعرف يختار تصريحات صحفيه اللي هي بتقدر تعمل بوم يعني، اللي هو دايما يعني بيقدر يصنع فرقعه ويبقى ضغط على اللعيبه بالظبط يعني. بس هو في نفس الوقت زي ما قلت لك مش طول الوقت الموضوع ده هينجح، لكن هو مدرب كويس جدا. واهميه الموضوع واهميه وجود موسيماني ان هو مدرب، هو اللي كل بقى له حوالي 5 أو 6 أو 7 مواسم مع الفريق، فكسب معهم دوري ابطال افريقيا، هو اللي بيختار الصفقات، هو اللي بيجيب لعيبه عندهم بينزلوا بيقدروا ينزلوا بالظبط، وعندهم لعيبه كويسه جدا يعني. اهم نقاط قوه الفريق اللي هو مورينا الباك رايت اللي اتصاب، دي من الحاجات اللي ضعفت الحته دي جدا، فسببت ان علي معلول عمل ماتش كويس جدا في ماتش الذهاب، لكن بالرجوع بقى الماتش العوده فانا اعتقد ان زي ما بقول لك السيناريو الافضل الاهلي يلعب على مرتدات يعني تمكنه او يحاول على قد ما يقدر ان هو يصنع فرص، واعتقد ان ده تفكير فايلر يعني. فايلر مش مدرب دفاعي، احنا النهارده هنشوف اول مره موقف بيتعرض له فايلر ان هو يكون مطلوب منه ان هو يقدر يلعب جيم دفاعي 90 دقيقه كامله ما فيهوش غلطه واحده،
فهي دي النقطه. في كلام اكتر من كلام على الطريقه اللي هيلعب بيها الاهلي. في ناس بتتكلم عن او معطيات طبعا من التمارين الفريق في جنوب افريقيا وكده. في ناس بتتكلم عن ان محمود متولي هيلعب في نص الملعب بجوار ديانج بالظبط, ورجوع رامي ربيع جنب ياسر ابراهيم. دي حاجه. وبعد الكلام بيتكلم او بعد التقارير الجايه من جنوب افريقيا بتقول ان ايمن اشرف هيلعب باك ليفت مكان علي معلول, حتى لو معلول اكتمل شفائه. ففي بعض الناس برضو بتشوف ان معلول دفاعيا مش قوي, يعني كماتش الهلال مثلا ايمن اشرف لعب جيم دفاعي عظيم جدا, كان قدامه مثلا اطهر الطاهر اللي هو اخطر لاعبي الهلال في الوقت ده, قدر يلعب جيم دفاعي كويس جدا عليه. في النقطة دي بقى علي معلول مميز جدا هجوميا, فالسرعة اللي بيخلقها علي معلول برضو بتخلي الموضوع 50-50. انا هتوازن دفاعيا بس هفقد الحتة دي او هفقد قوة النادي الاهلي في الفترة الاخيرة. او حتى الجونين جم اصلا منين؟ من ناحية الشمال. جونيور اجاي استلم الكورة حطها مع معلول في ضربة الجزاء, اجاي باص الكورة لبادجي من ناحية الشمال, بادجي راح انفرد المدافع وقعه وخد ضربة الجزاء. فنقطة قوة الاهلي هيبقى بيفقد قوة كبيرة جدا لو اختار الحل الدفاع ان هو يلاعب ايمن اشرف في الوقت اللي هو هيكسب فيه حتة كويسة جدا, ان هو ايمن اشرف بيقدر يلعب الدور ده كويس, يقدر يقفل خطوطه. فالموضوع برضو محير, يعني انت لو مكان فايلر او اي حد مكان فايلر في دايما, يعني دلوقتي جمهور النادي الاهلي في انقسام على الحته دي. لو انا العب بمحمود متولي, لو تفتكر ماتش الخمسة لاسارتي دخل الماتش بتاع ديفندرات, لعب باحمد فتحي, لعب بكريم نيدفيد, ولعب بعمر السوليه. لكن الفرق المره دي ان في وجود اليو ديانج لاعب دستروير من العيار التقيل, بسم الله ما شاء الله عليه, يعني هو لاعب كويس جدا, فيقدر يبقى يشوط قوه وسط ملعب. كمان الميزه ان هو بيزيد لقدام وبيشوط ما بيخافش, دي حاجه يعني كويسه جدا قدام واحد زي اونيانجو. يعني حقيقي لما شفت ماتش الاهلي اللي فات قفشة كان مشكلته لما بيشوط انه بيركن يعني بالظبط. انت عايز شوطه قويه, اونيانجو حارس قوي جدا وتقيل جدا, فانك بتركن له الكره ضعيفه. كان المنسق العام لفريق صن داونز بيتكلم وبيهزر, يعني بيقول لك ان نيانجو من نقط الضعف بتاعته ان هو الشوط عليه من بعيد. فغالبا لعيبه الاهلي كان او في تعليمات على لعيبه الاهلي في الماتش ده تحديدا ان هم يشوطوا من بعيد. بالمناسبه كمان اونيانجو, يعني انت لو تبص على نسخه اونيانجو خلال السنتين او الثلاثه اللي فاتوا, اونيانجو كان اقوى من كده بكتير, كان بدنيا تحس ان هو بالظبط. لكن النقطه دي ممكن تبقى عامل مفيد في الماتش ده تحديدا, انت هتبقى محتاج لعيبه الاهلي مثلا مش هتقدر تنقل كوره بالشكل اللي كان موجود في ماتش الذهاب. ففي ماتش العوده انت من ضمن الخيارات ان انت تشوط من بره منطقه الجزاء. الاهلي عنده اكتر من لاعب يقدر يعملها كويس زي عمرو السوليه, الي ديانج برده مؤخرا كان بيشوط قبل الاصابه, كان حمدي فتحي بالظبط. فاعتقد ان هي من ضمن الحاجات. زي ما اتكلمنا برده عن نقطه نص الملعب, فوجود قفشه بيدي الاهلي افضليه في ان هو يقدر يحتفظ بالكره شويه, او ان هو يقدر يوزع اللعب. هو اللاعب رقم 10 بالظبط, بيستلم كوره ويقدر يلعب يمين وشمال. اي نعم هو في الفتره الاخيره ما كانش في مستواه, لكن هو ده اللاعب الوحيد اللي يقدر يلعب 10 في النادي الاهلي بالظبط. وليد سليمان بيقدر يلعبها, ولكن اضطراريا وليد مش بيقدر يقف على الكوره, رغم ان وليد في الماتش ده هيكون دوره مهم جدا لو نزل كبديل. فبحسب سيناريوهات المباراه, زي ما بقول لك, زي ما على ان كارتيروني يقسم الماتش للسيناريوهات, على ان فيلر يقسم الماتش لاكثر من سيناريو. سيناريو ان انت تنزل الشوط الاول متعادل, او لو جبت بالظبط هو, يعني انا عايز اقول لك على حاجه, الدقيقه 80 لو النادي الاهلي متعادل مثلا 0-0, ولا قدر الله في الدقيقه 82 81 83 دخل فيه جون, انت هتلعب 7 دقائق بالاضافه للوقت الضايع. وما تنساش برضو وجود حكم زي بكاري جسامه في الماتش, الناس كلها نقلها منه. بس في النهايه المفروض القلق ده ما يوصلش لعيبه الاهلي, المفروض لعيبه الاهلي ما تحطهوش كشماعه اللي هو احنا بالظبط. انت العب كوره تمام, والامور التحكيميه دي بيبقى عليها عوامل كبيره جدا في افريقيا, ولكن ما تخليهوش هو الشيء, او ما تخسرش الحكم من اول دقيقه, تخش تقدر تشتبك معاه او تخسر او تتخانق معاه في النهايه. حتى ولو هو في بعض الحالات مثلا مش هقول لك هيديها لصالحك, ولكن على الاقل انت برضو من اول دقيقه ما تخسرش حكم. لو تفتكر في ماتش السنه اللي فاتت
كان في مشاكل كبيره جدا مع بكاري جسامه في ماتش بعد ماتش الوداد وبالتالي لا انا بتكلم على ماتش سان داونز السنه اللي فاتت. قصدي ان هو عشان كان في مشاكل عن ماتش الوداد فلعيبه الاهلي كانت متحفزه ففكره ان انت هتنزل متحفز ضد الحكم انت في النهايه انت كسبان الشوط الاول اعتبر ان انت كسبان في اول شوط ان هو ماتش من شوطين انت كسبان في الشوط الاول 2-0 انت حاليا الافضليه كلها في ايدك والماتش كله في ايدك جبت جون قدرت ان انت تصعد للسيمي فاينل والماتش 0-0 وقدرت تتقسمه على جزئيات زي ما احنا اتكلمنا هيبقى كويس جدا ولكن دخولك في مشاكل مع الحكم مع حكم المباراه ده هيأثر عليك وهيشد اللعيبه جدا من اول دقيقه. اخر كومنتات بقى عشان طولنا عليكم مقتدى بيقول الدوري المصري متوقف لا الدوري المصري شغال عادي جدا النهارده انبي وطلع الجيش لعبوا في بدايه الدور الثاني والماتش خلص 0-0 في ماتش شهد تطبيق اول للفار والفيديو في الدوري المصري. عبد الله الفقي بيقول توقعاتك ومين يتأهل نص النهائي توقعاتك مين سريعا يعني مازيمبي الزمالك الاهلي الوداد اتفق معاه مازيمبي انا عندي مش عارف ايه عندي احساس ان مازيمبي هيعدي مازيمبي فريق بيقدر يلعب كويس جدا على ملعبه وضغط جماهيري مش طبيعي فريق اصلا يعني مسته الكبيره ان انت يعني ملعبه هو ملعبه ونقطه قوته فانت لو الرجاء قدر يلعب جيم زي او حالف الحظ زي ما الترجي السنه اللي فاتت من اكتر الماتشات اللي انا شفت فيها فرص في حياتي تقريبا ضاعت كان ماتش الترجي ومازيمبي السنه اللي فاتت كميه فرص ضاعت فلو الحظ حالف لعيبه الرجاء زي لعيبه الترجي في السنه اللي فاتت وقتها اتوقع ان الرجاء وفي الاخر نتمنى الرجاء يعدي طبعا باعتباره فريق عربي. عبد الرحمن عم صاحبي الماتش الزمالك اتاجل لا ماتش الزمالك بكره الساعه 9 بالليل في ميعاد محضور جماهيري. شكرا ليكم شكرا لك يا محمد. شكرا يعني نتمنى ان شاء الله الفوز للفرق المصريه كلها في افريقيا وفي البطولات العربيه وقبل كده نتمنى لهم السلامه وان هم يرجعوا بدون اي مشكله صحيه فان شاء الله يرجعوا على خير. شكرا ليكم استنونا بكره على طول بعد ماتش الزمالك. شكرا.